فبهداه مقتده. أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي هؤلاء. عندنا عدة مقامات. أولا قال فبهداهم اقتده، ولم يقل فبهم اقتده، هداهم. بينما في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قال في هدي رسول الله. فالاقتداء به كله عليه الصلاة والسلام، أقواله وأفعاله وأخلاقه كل صفاته، بل حتى إبراهيم عليه السلام حينما قال الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا. فالأسوة في إبراهيم عليه السلام مع أنه أبو الأنبياء وهو صاحب الحنيفية، ومع هذا ما قال اقتدوا بإبراهيم كما قال اقتدوا بمحمد، إنما قال إذ قالوا، يعني لهم أسوة في لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قال. فنحن نقتدي بالتوحيد، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون إلا خير، ولعله يأتي الكلام عليه بعد قليل. بينما قال محمد عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله، ولا شك أن هذا فرق كبير، يعني عظيم المقام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لقد كان لكم في هدي محمد أسوة، في كله عليه الصلاة والسلام.